من المعروف أنه شكل الحاجب بيحدد وبيبرز جمال بقية ملامح الوجه، والصبية اللي بترسم حواجبها بالقلم بياخد منها الموضوع وقت كتير، وممكن تضطر تعيد رسمهم أكثر من مرة. وكمان في بعض الأخطاء يلي ممكن يرتكبوها الصبايا وبتخلي هالحاجبين يفقدوا جمالهم، مثل أنه يختاروا لون للحواجب مو لابق مع لون بشرتهم وشعرهم. مايكرو بليدينج اجى ليحل كل هاي المشاكل، ويعتبر حاليا من احدث التقنيات يلي عم يستخدمها خبراء التجميل لتصحيح شكل الحاجبين وتكثيفهم بطريقه طبيعيه كثير، خصوصا مع وجود تاتو قديم. اليوم معنا داني بنوت تاتو ارتست، رح يخبرنا عن التفاصيل الجديدة بتكنيك الحواجب، رح يخبرنا عن التاتو المناسب والرسمات الأساسية لكل وجه ولكل بشرة. يسعد لي مساك داني. ومساك. كيفك؟ هلا فيكي. دائما أي صبية أي ست إذا حواجبها مرسومين صح فبقية التفاصيل ما كتير بتهمنا، خاصة بهذا الوقت عم نشوف انه ممكن عاملين تاتو قديم، عم تكون الرسمة مو صح، في حبر قديم، في قصص كتير عم تكون عائق لحتى هي تظبط حواجبها او ترسمون، بيكون ما في شعر كمان، في منا صبايا خلص الشعر مات، بصيلة الشعر ماتت. شو التقنيات الجديدة الموجودة هلأ بعالم الحواجب؟ هلا مثل ما حكينا، في اول شيء المايكرو بليدينج هو احدث تكنيك نزل. اوكي. هو نحن بنشتغل ببليد خاصه، في تكنيك خاص نشتغله مانويل طبعا بالايد. المايكرو بليدينج والحبر تبعه في حبر خاص بيرجع بيحرك بصله الشعر، فينا نقول عم تحفزها لحتى ممكن تماماً. اذا في عندك خساره لا ممكن بعد ما تحفز ترجع بعض الشعيرات تماما تطلع. ايه بيرجع يعني في بعض الشعيرات بيرجعوا بيطلعوا بعد ثاني جلسه. خلينا نحكي عن التقنيات الموجوده هلا بعالم تاتو الحواجب. هلا في شيء اسمه اومبر شادو. كمان هذا تكنيك جديد طالع، بنشغل كمان بطريقه غير المايكرو بليدينج، بماشين كهرباء طبعا بابر خصوصي. كل شيء تطور، حتى الابر تطورت ما عاد مثل قبل. كمان بنشغل على الطبقه السطحيه من الجلد بضاين كفتره زمنيه اكثر من المايكرو بليدينج. هلا هذا نحن بنستخدمه غالبا او بنشتغله بس يكون في بشره دهنيه، بس يكون في تاتواج قديم ممكن نغطيه بالأمبر. طيب المايكرو بليدينج قد ايه بيقعد وقت على الحواجب؟ يعني قد ايه الصبيه بتاخذ فتره زمنيه فيه؟ هلا غالبا نحن بنقول من 6 شهور لسنه. وبحب كمان اضيف شغله انه المايكرو بليدينج هو بده متابعه، يعني ما فينا نحن نعمل جلسه ونعمل جلسه رتوش بعد شهر، كمان بعد فتره انه حلو الواحد يضل عم يتابع هذا الموضوع، ما يوقف يقول انه خلص عملت ويلا. وهو المايكرو بليدينج يعني فعليا بعد 12 ل14 شهر بيروح من الجلد، يعني هو بعد 6 شهور ببلش يخف بالتدريج لحتى على 14 شهر بيكون رايح من الجلد. في كتير عوامل نحن ما بنقدر نشتغل مايكرو بليدينج اذا موجوده. اذا حدا عم بياخذ مميع دم، اذا حدا معه سكري ما منظمه بالدواء. قبل جلسه المايكرو بليدينج نحن بنسال لكل زبونه طبعا. الحوامل ممنوع، هدول اساسيين كتير، ما فينا نعمل مايكرو بليدينج اذا في هدول، خاصة حبوب مميع الدم. لأنه الحبر الدم بيصير يرفض الحبر يفوت على الجلد وياخد ويعطي لون وشكل. تماما. طيب باختيار الحبر في شيء للبشرة البيضة، في شيء للبشرة السمراء، ولا لا نحن نرجع بس لطبيعة الجلد؟ في كل الألوان اللي بتناسب كل البشرات، وخلينا نقول شعرة الحاجب، لون شعرة الحاجب هي اللي بتلعب دور باختيار اللون. هلا نحن الحبر اللي بنستخدمه اول شيء ما فيه شيء اسمه ايرون اوكسيد، يعني رصاص او مواد كلها مواد طبيعيه. مين بيلبق له وبيزبط عليها المايكرو بليدينج ومين بيزبط عليها الامبري؟ بس يكون في تاتواج قديم اكيد شايفين، شيء قالب على رصاصي، شيء قالب على احمر، على ازرق. هلا هدول كثير صعب مايكرو بليدينج صراحه. هذا طبعا بده ازاله، وانا بفضل ازاله بليزر ويكون جهاز كتير كويس. ما نختار اي جهاز لانه حتى في مشاكل عم بتصير باجهزه الليزر ازاله التاتو تماما، في شيء عم بيصير ندبه، في شيء عم بيصير حرق. هلا اذا صار هذا الموضوع بقى ما بقى فينا نعمل ولا شيء ليطيب جلده. بدها تستعمل فتره طويله مرممات لحتى جلد يكون تمام لنقدر نشتغل. بس تجينا بتاتواج قديم انا بفضل ينعمل امبريم ومايكرو بليدينج، لانه دائما المايكرو بليدينج بده يكون على بشره ما عندها تاتواج قديم. اليوم نحن شو رح نعمل؟
اليوم رح نعمل مايكرو بليدينج وبس نخلص كمان منشوف شلون صار. رح نبلش نعمل الصبية التاتو. في مقاييس معينة للرسم، في قياسات وفي شكل بده يكون يناسب نظرة العين والجبين. وقياس يعني كتير مهم انه يناسب الجبين ونظرة العين. اوكي رح نبلش لناخد مقاسات. ومن بعد المقاسات شو رح نعمل؟ بعد ما ناخد القياسات نورجيها الرسمة نتفق عليها أنا وياها ومنبلش شغل. نختار لون لشعرة حاجبة طبعا تمام. يناسب ولون بشرتها. رح نرسم هلا نحن عم ناخذ القياسات مثل ما حكينا الصحيحه. طبعا هدول خطوط مستقيمه 100% عشان يطلعوا الحاجبين مثل بعض بالضبط وما يكون في فوارق. هلا اخذنا قياسات رح نرسم. نحن اخترنا الرسمة عم نحدد حوالين الرسمة مشان نختار اللون ونبلش الشغل. بدنا نحط شيء كتير قريب للون الشعرة. هلا يفضل اهم شيء انه هو يكون دارك براون. بالجلستين تنفتح بليد جديدة لها ونحطه عجبينا مشان نشوفه قد قريب لشعرة حاجبة. نحن بدنا نحاول ندمج شعرات حاجبة مع المايكرو بليدينج اللي عم نسويهم. فتحنا الجرح بشكل بسيط وهلا بدنا نعيد على الجرح بالحبر. هلا داني نحن بعد ما خلصنا اول حاجه شطبنا اعطينا الحبر، بالمرحله اللي بعدها مدينا الحبر عليه. ليش؟ هلا بس نخلص بحط الحبر وبفركه بطريقه سطحيه بس مشان يتشبع اللون داخل الجرح. اوكي والثاني هلا رح نبلش فيه. بس نخلص بنمسح هون بنشوف اذا في شي فوارق بسيطه بين الحاجبين، واذا ما في بتكون خلصت الجلسه. وهيك بنكون خلصنا مراحل التاتو المايكرو بليدينج للصبية الموجودة معنا. نحن بعد ما شطبنا وخلصنا حطينا الحبر لحتى ياخذ الجرح محل ما انت حددت وتاخذ لون. في توصيات نحن بنخبرها للصبية من بعد ما بتعمل التاتو؟ طبعا هلا في كتير شغلات لازم شوي تبعد عنا. بدها تتجنب الشمس لاسبوع. أوكي. مي لأسبوع. أي مادة على الجبين، فوند، كريم، واقي شمسي ممنوع. بما أنه سطحي
ما في داعي لشيء اسمه مضاد جراثيم، كافي بالفازلين هو مرطب. بس قشر هي بتقدر بقى تحط مي اذا تغسل وجهه او شيء؟ بفتره القشر ما فينا تحط ولا شيء، ليخلص قشر فينا تتصرف كيف ما بدها. لا ترجع جلسته الثاني. سلم ايدك يا داني، ولو تكرم. يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك ولشغلك الكثير حلو. شكرا لكم، شكرا كثير لك.